تخيل ان احنا عندنا لعيب مصري واهلاوي محترف في نادي مونتريال في الدوري الامريكي، واللاعب ده مكسر الدنيا هناك، ومدربه اللي وداه وطلب التعاقد معاه يبقى الاسطورة الفرنسية تيري هنري، وكل ده وانت قاعد كده ما تعرفش عنه اي حاجة. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ احمد حمدي عمره 23 سنة وبيلعب في نادي مونتريال الكندي اللي بيشارك في الدوري الامريكي، ومركزه رقم 8 اللي هو تقريبا نفس مركز السولية وحسام غالي. واهم مزاياه انه بسم الله ما شاء الله وهو في الملعب بيكون رايق بشكل مش طبيعي، وتحس كده ان هو بيلعب بدماغه مش برجله، واكتر لاعب نص ملعب عنده رؤية، وكمان اللاعب المصري الوحيد اللي وهو بيجري بالكرة تحس كده ان هو رافع وشه وكشف الملعب كله. بيجيد ان هو يلعب نص ملعب، بيجيد ان هو يلعب بلاي ميكر، بيجيد ان هو يلعب في جنب من الاجناب. يعني لعيب عنده مميزات كتيره وكبيره، ولعيب شاب، ولعيب من اولاد النادي الاهلي، يعني من ابناء النادي الاهلي. احمد حمدي كمان مش بس عنده رؤيه، احمد حمدي كمان عنده مهاره بشكل رائع وبارع ومميز، وبيقدم تكمله هجوميه عالميه لدرجه انه مش بس بيتواجد كتير في ال18، ده كمان بيتواجد في ال18 وبيسجل اهداف مميزه جدا زي الهدف ده. هذا لا يوصف، هذا لا يوصف، بعض الاهداف لا توصف، هذا هدف من وحي الخيال، هدف من وحي الخيال. احمد كمان عنده شخصيه بشكل كبير جدا، لانه من ناشئين النادي الاهلي ولعب في الاهلي اكتر من 10 سنين من 2005 ل 2019، وللاسف سبب رحيله كان خلافات ما بينه وما بين حسام البدري. منور. المهم ان شخصية الاهلي ظهرت مع احمد في احدى المباريات لما نزل في دقيقة 57 وفريقه كان خسران 4-3، وقدم اداء مميز جدا 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 وسجل هدفين وخلى فريقه يفوز 5-4. بس الحقيقة لفت نظري بعض النقاط، منها التكملة الهجومية العالمية اللي قلنا عليها. بص هنا الكرة مش معاه وزميله بيعدل عشان يشوط، بس شوف بقى هنا تمركزه وفي مساحة فاضية لوحده، وشوف كمان هنا تأهبه يعني انقضاضه أول لما لقى زميله بيعدل أما هو داخل ومسجل هدف التعادل، وشوف بقى هنا شخصية الأهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي اتربى عليها. رغم إن ده كان أول هدف ليه مع الفريق، إلا إن هو مفرحش، وكان اللاعب الوحيد اللي راح يجيب الكرة وبيقول لزمايله يلا عايزين نجيب هدف الفوز. والأجمل من ده كله إن إحنا لو رجعنا شوية هنلاقي إن بداية الكرة أحمد هو اللي كان قطعها، يعني قطع بشكل مميز وتحرك بشكل أميز وسجل هدف فيه نوع من التكامل. والأهم كمان إن هو في الدقيقة 86 بيسجل القضية، لا مش دي، بيسجل هدف الفوز يعني لفريقه بعد تكملة هجومية مميزة برضو، والمرة دي طبعا بيحتفل لأن ده هدف الفوز. وطبعا كلنا عارفين إن لعيبة الأهلي دايما ما بتحتفلش إلا بأهداف الفوز، وأهداف التعادل بالنسبة لها ملهاش أي قيمة. أحمد كمان بيلعب برجلين الاثنين، ودايما بيعرف يستغل الميزة دي بشكل كبير جدا في ان هو يسجل بطريقة سهلة. يعني على سبيل المثال شوف الكرة دي، هنا هو اللي بدأ الكرة وكان عنده شخصية ان هو يدخل وسط 7 لعيبة وتحرك بشكل رائع جدا ولعب الوان، ولما تو جات له ما جاتش معدولة قوي على اليمين فشاطها بالشمال عادي جدا وبمنتهى البساطة. يا عيني ومن تحت يا عيني من تحت رجله. هنا كمان رقص باليمين بمنتهى المهارة وشاط بالشمال بدقة عالية جدا ولا كأنه أساسا لعيب أشول. وهنا كمان نفس القصة، بيستلم باليمين، لا لحظة معلش اتفرج تاني على الاستلام ده وشوف مهارته وازاي عدلها لنفسه، وبرضه شاط بالشمال بمنتهى القوة والدقة الكبيرة جدا. يلا حطله. احمد الحقيقه بيقدم مستوى مبهر جدا مع فريق مونتريال لدرجه ان الجمهور بيضغط جدا على اداره النادي علشان ما يفرطوش في اللاعب، وكمان موقع النادي الرسمي نزل احصائيه فيها تحليل اداء لاحمد بعد اول 4 مباريات ليه مع الفريق، وكانت ارقامه مخيفه ومذهله بشكل رهيب جدا، لأن وصلت لدرجة أن دقة تمريراته بشكل ناجح كانت 91%، وكمان دقة التسديد بين الثلاث خشبات كانت 88%، وقدم لزمايله في الأربع مباريات بس دول 24 تمريرة مفتاحية، ودقة مراوغاته اللي كانت أكتر حاجة فاجئتني بشكل كبير جدا كانت 96%.
احمد حمدي لعيب مميز جدا وممتع، وحاليا جاي له عروض كتير جدا من اوروبا زي براغا البرتغالي واودونيزي الايطالي وبازل السويسري، بس في عرض شخصيا انا بتمنى ان هو يجي له وهو عرض من منتخب مصر. عشان كده يا ريت كلنا نعمل شير كتير جدا للفيديو ده علشان ينتشر ونستمتع باحمد مع منتخب مصر. اخر حاجه ما تنساش لو عجبك الفيديو اهم حاجه تعمل شير، ولو انت على الفيسبوك تعمل فولو، ولو انت على اليوتيوب تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس، وتقولي بقى في الكومنتات مين اللاعب اللي انت عايز فيديو ليه، واشوفك في فيديو جديد.